بدنا نحكي أكيد باسل كفنان على صباح العربية. أوكي. شو تحضيراتك؟ وين صرت؟ شو جديد؟ شو نزلت مؤخرا وشو رح تنزل بعد شوي؟ آخر شيء كان إلي برمضان نظرة حب، وعم حضر لمسلسل طويل إن شاء الله، يعني اللي خليني أقول مثل يعني الثمن، ما بعرف إذا شفته أو سمعت عنه. رح بيكون مسلسل طويل جديد إن شاء الله مع MBC Group. لسه عم نحضر لمسلسل إيزال اللي هو أصلاً النسخة الأصلية تبعه التركية، عم نعملها الفيرجن العربي إن شاء الله. أنت رح يشوف النور هالعمل بعد رمضان القادم إن شاء الله. شكرا ليث، يعني تصريحات مميزه من الفنان باسل خياط، واكيد الاعمال كبيره زي كده اتوقع انها تاخذ تصوير وقت طويل ومده طويله جدا. عم نحكي عن اكثر من سنه تقريبا بالضبط، يعني اتوقع انه مسلسل طويل. فشكرا لك ليث.